هيا يا أعزائي لنقوم سويا بحل أنشطة قصتنا اختفت الحروف. بسم الله نبدأ. أولا سوف نتعرف على المفاهيم والمفردات الجديدة التي وردت معنا في القصة. لم يفلح، لم يفلح، لم ينجح. بحيرة، بحيرة، محتار ومتردد في أمر ما. مستغربا، اندهش. محبطا، حزن لأنه لم يحقق ما يريد. الآن نقرأ الكلمات التالية ثم نضعها في جملة مفيدة تامة المعنى. لم يفلح، انظر للصورة جيدا. بحيرة، مستغربا، محبطا. انظر إلى الصورة جيدا حتى تستطيع كتابة جملة مفيدة. الآن الفهم والاستيعاب. بعد قراءة القصة ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. لماذا كان عمر غاضبا في بداية القصة؟ لأنه لم يفلح في امتحان إملاء؟ لأنه يكره الحروف؟ لماذا كانت أم عمر حائرة في المطبخ؟ لأنها أضاعت خاتمها؟ لأنها لم تستطع التمييز بين السكر والملح بدون الحروف؟ لماذا لم يستطع المعلم كتابة أثناء الحصة؟ لأن الحروف اختفت؟ أم لأن الطلبة لم يحضروا للحصة؟ ما الدرس الذي نتعلمه من قصة اختفت الحروف؟ الحروف هي سبب المشاكل؟ أم أهمية الحروف في حياتنا اليومية؟ الآن أريد منكم أن تنظروا للصورة جيدا وأن تضعوا الحرف المناسب لكل صورة منها. هذه ما اسمها؟ قطة. قطة. ما هو الحرف الأول في كلمة قطة؟ ساعة. ساعة. ثوب. ثوب. يلعب. يلعب. الحرف الأول اكتبوه في المربع. هنا سوف نقوم بترتيب الحروف الأبجدية. نكملها ألف، باء. ماذا يأتي بعدها؟ ثاء، فراغ. حاء، فراغ. دال، ذال، فراغ. راء، زاي، فراغ. هنا النهاية. أعيدوا استماع القصة وقوموا بحل الأسئلة.